السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم أهم الأخبار العاجلة. يحمل ضمانات وفد كردي في بغداد قبل 9 كانون الثاني. خطة السوداني تشل مافيات الأدوية، 21 شاحنة في مصيدة الكمائن الأمنية. الأولوية للجيش، البرلمان يدخل على خط نظام البديل للقطاعات الأمنية. المحافظات العراقية التي قررت تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الأربعاء. الإطار التنسيقي يعقد اجتماعا مساء اليوم بحضور السوداني. العمليات المشتركة تنعى ضابطا وجنديا استشهد في قاطع صلاح الدين. المقاومة العراقية تتبنى استهداف قاعدة حرير شمال العراق بطائرة مسيرة. نتنياهو: لن نسمح لعودة الفلسطينيين إلى شمال غزة. إسرائيل تعتزم الدفاع عن أفعالها في غزة أمام العدل الدولية. إليكم تفاصيل الأخبار. كشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم اليوم الثلاثاء 2 كانون الثاني 2024 عن زيارة قريبة لوفد حكومة إقليم كردستان إلى بغداد. وقال محمد كريم في حديث إن وفد حكومة إقليم كردستان سيزور بغداد ويجتمع مع وزير المالية طيف سامي ورئيس الوزراء محمد الشياع السوداني وممثل اللجنة المالية النيابية قبل موعد 9 كانون الثاني من الشهر الحالي. وأضاف إن الزيارة تأتي لبحث موضوع تعديل الموازنة وضمان حصة إقليم كردستان على إنترسل كاملة، ويلتزم الإقليم التزاما تاما بهذا التعديل، لافتا إن الوفد سيبحث أيضا إشكالية الخلافات بين الطرفين والتي أعاقت إرسال حصة كردستان في العام الماضي. أكد مصدر مطلع اليوم الثلاثاء 2 كانون الثاني 2024 بأن خطة رئيس مجلس الوزراء محمد الشياع السوداني نجحت في شل مافيات الأدوية عبر طرق محافظة ديالى. وقال المصدر في حديث أن الخطة الأمنية الخاصة بفرض القانون في ديالى والتي أطلقها رئيس مجلس الوزراء محمد الشياع السوداني في آذار 2023 الخاصة بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والتهريب خاصة الأدوية نجحت في تحقيق نتائج مهمة في شل حركة مافيات تهريب الأدوية عبر 3 طرق رئيسية أبرزها كركوك بغداد. وأضاف أن المافيات تبين بأنها تدير تجارة تقدر بالمليارات وهي تمول 11 محافظة بالأدوية، بعضها من مناشئ غير معروفة وأخرى غير صالحة للاستهلاك، لافتا إلى أن ملف الأدوية خطير وحساس وهناك جهات لم يسمها متورطة به. أقر عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية النائب صلاح التميمي اليوم الثلاثاء 2 كانون الثاني 2024 بوجود 5 إيجابيات للنظام البديل في المؤسسة الأمنية. وقال التميمي في حديث إن ظروف الاستثنائية مر بها العراق دفعت إلى إلغاء نظام البديل بسبب التحديات الأمنية في محافظات عدة، مما استدعى خيارات جعل القوات في حالة استنفار على مدار الوقت لمواجهة خطر التنظيمات الإرهابية والانفتاح للقطاعات في المناطق المحررة لإدامة الأمن والاستقرار. وأضاف أن تحسن الظروف الأمنية وتقلص التحديات الساخنة دفع إلى إعادة نظام البديل إلى المؤسسة الأمنية والذي يمكن تجديد 5 إيجابيات له، أبرزها تأثيره النفسي على المقاتلين والمرونة في التعامل مع التحديات الأمنية، لافتا إلى أن الأولوية في تطبيقه لوزارة الدفاع والتشكيلات القتالية التي تكون واجباتها في مناطق صعبة ومعقدة، مؤكدا أن تطبيق هذا النظام مرتبط بالوضع الأمني العام وهو جيد من خلال المتابعة له. أعلنت محافظات عراقية عدة يوم الثلاثاء 2 كانون الثاني 2024 تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الأربعاء بذكرى استشهاد قادة النصر. وقرر محافظ واسط محمد جميل المياحي في بيان تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأربعاء في جميع الدوائر الحكومية بالمحافظة تخليدا للذكرى السنوية لاستشهاد القادة الأبطال وعملا بالسياق السنوي المعمول به. وأضاف أن الدوائر الخدمية والمصارف في المحافظات تستثنى من قرار تعطيل الدوام، كما قررت محافظة المثنى تعطيل الدوام الرسمي غدا بمناسبة ذكرى استشهاد قادة النصر. كما قرر محافظة الديوانية ميثم عبد الإله الشهد تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأربعاء
باستثناء الأجهزة الأمنية والدوائر الخدمية بمناسبة ذكرى استشهاد قادة النصر. ووجه محافظ البصرة أسعد العيداني بتعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأربعاء الموافق الثالث من شهر كانون الثاني بمناسبة ذكرى استشهاد قادة النصر. كما أعلنت محافظة بابل تعطيل الدوام الرسمي غدا بمناسبة ذكرى استشهاد قادة النصر. ووجه محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري بتعطيل الدوام الرسمي في جميع دوائر المحافظة ومدارسها وكلياتها إكراما وتقديرا لتضحيات قادة النصر وشهداء العراق يوم غد الأربعاء الموافق الثالث من شهر كانون الثاني 2024. وأضاف أن على الدوائر الخدمية أن تتولى تنظيم عمل موظفيها بتأمين الخدمات في قطاعات البلدية والماء والمجاري والكهرباء والصحة. يعقد الإطار التنسيقي مساء اليوم الثلاثاء 2 كانون الثاني 2023 اجتماعا لبحث نتائج الانتخابات وطبيعة مشاركته بالحكومات المحلية. وقال مصدر إن الإطار التنسيقي سيعقد اجتماعا مساء اليوم لبحث نتائج الانتخابات المحلية، وأضاف إن الاجتماع سيبحث أيضا طبيعة مشاركة الإطار في تشكيل مجالس المحافظات والحكومات المحلية. نعت قيادة العمليات المشتركة اليوم الثلاثاء 2 كانون الثاني 2024 آمر فوج الثاني ومقاتل في اللواء 51 من الحشد العشائري استشهد في قاطع محافظة صلاح الدين. وذكر أعلام القيادة في بيان إن قيادة عمليات صلاح الدين قدمت صباح اليوم شهيدها آمر الفوج الثاني المقدم توران محمد كريم والحشد العشائري اللواء 51 الشهيد المقاتل راضي الدرعات أثر انفجار عبوة ناسفة في صحراء الثرثار بين قيادتي عمليات صلاح الدين وغرب نينوى أثناء أدائهم الواجب الوطني. وأوضحت القيادة بحسب البيان إن الجهود المشتركة التي تبذل دفاعا عن أرض صلاح الدين وشهادة المقدم سوران محمد والمقاتل راضي الدرعات ستزهر استقرارا وتأكيدا أبديا على اللحمة الوطنية ولقاء الإرادات العراقية والبندقية الواحدة في مواجهة الشر والعدوان. مضيفة نعاهد ذوي الشهيدين ورفاقهم في قيادة عمليات صلاح الدين والحشد العشائري بتعقب الجنات وإلقاء القبض عليهم لينالوا جزاءهم العادل. تبنت المقاومة الإسلامية في العراق يوم الثلاثاء 2 كانون الثاني 2024 استهداف قاعدة حرير بمحافظة أربيل بطائرة مسيرة. وذكرت المقاومة في بيان إنه استمرارا بنهجنا في مقاومات قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة وردا على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق قاعدة الاحتلال قرب مطار أربيل شمال العراق بالطيران المسير. وأكدت المقاومة بحسب بيانها استمرارها في دق معاقل العدو. وفي وقت سابق من اليوم أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في كردستان إسقاط طائرة مسيرة مفخخة قرب مطار أربيل الدولي. وقال الجهاز في بيان إنه وفقا للمعلومات تم تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيات غير الشرعية على القاعدة العسكرية للتحالف الدولي ضد داعش في مطار أربيل الدولي. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الاثنين 1 كانون الثاني 2024 إنه لن يسمح لسكان غزة بالعودة إلى شمال القطاع. وأضاف نتنياهو بتصريحات نقلتها وسائل أعلام إسرائيلية إنه لا قرار غير ذلك ومهمتنا الأولى إعادة مواطنينا إلى غلاف غزة، مضيفا أنه لا تغيير في أوامر إطلاق النار ونتصرف وفق ما تمليه مصالحنا ولدينا توافقات وخلافات مع واشنطن. وصرح مصدر مطلع الجمعة الماضية بأن الحكومة الإسرائيلية تخطط لتوطين عدد كبير من الفلسطينيين من قطاع غزة في مصر بحجة ضمان سلامتهم. وأضاف أنه في المرحلة الأولى يمكننا التحدث عن نقل ما لا يقل عن 100,000 شخص إلى أراضي دولة مجاورة. قال رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي إن إسرائيل لن تقاطع إجراءات محكمة العدل الدولية بعد أن طلبت جنوب أفريقيا من المحكمة بدء إجراءات ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. وأضاف هنغبي إن المشاركة تهدف لرفض التماس جنوب أفريقيا ودحض الاتهام الموجه إليها والذي وصفه بالسخي. وكانت جنوب أفريقيا رفعت يوم الجمعة الماضي دعوة تطلب فيها من المحكمة التي تتخذ من لاهاي بهولندا مقرا لها أن تأمر إسرائيل بوقف هجومها، وهو أول طعن من نوعه في المحكمة بشأن الحرب الدائرة حاليا. كما كانت جنوب أفريقيا
من أشد منتقدي الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وقارن كثيرون وبينهم الرئيس سيريل رامافوزا سياسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية بنظام الفصل العنصري السابق في جنوب أفريقيا، وترفض إسرائيل مثل هذه الاتهامات.